انت بخير سوي كذا. لا خله وش كذا وش لا يعني لا لا كذا كذا معلش والله كذا اوفر ثعبان ثعبان. طيب حبيبي اسمعني حبيبي انا اختي. لا اختي بالله لا يا اخي كاميرا عادي انا الخاطب اللي يمسك. صح اسمع يا الغالي انا وهالذيب نبي نحط جالسه فوق نبي نجيب شاهي نبي نتكي نفكر افكار مجنونه. نعم دراما عادي ولا لا؟ أوه. عادي ولا لا؟ سبيكر احس انك فخم. لا لا تضايق ولا تهتم هذا ما يعبرك. خل نروح الكاميرا الثانيه يمكن هذه معنا ولا لا؟ موافقه ونطلع ما في احساس هذا. نروح الكاميرا الثانيه ان شاء الله انها حبيبي. انا غلطان احنا غلطانين احنا لو نجي الكاميرا احنا غلطانين. معليش السلام عليكم مساك الله بالخير يا عزيز يعني الغاليه. لا يا اخي ما وش لا كذا اوفر خلاص مخرجنا حبيبنا احنا بنطلع فوق وش الوضع؟ شو الوضع؟ اذا الوضع اوكي هنا اي لا يتصدد واضح مجلسنا. اسمعي لا تصيرين عوبه انت يا ركزي معنا بنطلع احنا فوق ونسوي جلسه دراما ايه ولا ايش فيه؟ لا رك شوي يعني قلبي يا روحي اسمعني يا 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 من بقايل اسمع الحين انا وهذا بنرقى فوق يرحم امك ايه ولا لا؟ فكره من عطنا احساس تفاعل معنا شوي تفاعل لا تسوي كذا. ايش اسوي يعني؟ لا القاه منك ولا القاه من الكاميرا؟ لا الكاميرا هذه ان شاء الله انها ممتازه. يا رب اسمع ان شاء الله انها حلوه. تكي تعبت انا شوي. السلام عليكم. هاي ايوه مظبوط. بس ابدا انا تفضل. لا تفضل انت. لا والله لا يا ابن الحلال. خلاص اوكي مساك الله بالخير يا كاميرتنا العزيزه. حنا بنطلع فوق وانا ادري ان اللي حركه المخرج فوش الوضع نطلع فوق يعني اصير مثقف يحركك المخرج. ايوه خليك المخرج يحركك فوش الوضع نطلع اسمع فوق. اسمع جلسه نبي نحط جلسه فوق جلسه ايش نسميها؟ جلسه الدراما العالية. لا 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 الله يرحم والديك جلسه أوس المفشي. شوف كيف الوضع اوكي؟ اذا اوكي اسوي كذا. الكاميرا ذي والله مستحيه يا شيخ ما هي بلمن. شكلها مستحيه. او لا شو اسمه؟ اذا مستحيه نزلي راسك. شكلها ما تسمع. اذا مستحيه. تسمعين ولا ما تسمعين؟ لا. اذا تسمعين قولي ايه. قولي ايه. اذا ما تسمعين قولي لا. يا اخي ما تسمعين قولي ايه. مريض انا وياك امشي تعال. ما ايش فيها والله العظيم ذي احنا غلطانين نجي عندها. الكاميرا هذه شكلها حبيبه بالحيل. انا والله تعبت يا ولد. شوف كيف مبتسمه احنا جايينها. انا والله تعبت. مبتسمه؟ شوف احس انها مبتسمه احنا جايين. يا قلبي. يا فؤادي نبي نجلس فوق يرحم امك. يا فلذه كبدي. نقعد ولا لا؟ اسمع الكاميرا الاولى عوبه. الكاميرا الثانيه تستحي. الكاميرا الثالثه ما تسمع. انت وش وضعك؟ عفوا وش وضعك؟ وش وضعك يرحم امك؟ انت الحين انت تخاطب كاميرا هل هي ذكر ولا مؤنث؟ احنا شوف دقيقه. لا الكاميرا مؤنث المخرج مذكر. ادري انا بس وش من نخاطب الحين؟ الكاميرا. طيب يا كاميرا يا قلبي نجلس فوق ولا لا؟ تفاعلي شويه تفاعل لو سمحتي يعني. يا اخي معقوله والله ايش فينا يا اخي؟ يلا واجيب لك ورقه عنب بس وافقي. يلا وانشد لك. يلا انشد لها يمكن توافق. انشد لها يمكن توافق. انشد موال. اعطيه موال. لا لا تضايق. اعطنا اعطيه. تضايق ايه. ما تضايق ما نجلس لازم. يلا بسم الله. هنا ارفعي راسك. ايه هذه لعله مستحي تحت. ارفعي راسك. انت ايوه يلا عطها. لا تضايق ولا تهتم. اهتم. اصبر على الجرح وطعنك وانسى القدر والعنا والهم والدمع لا يسكن عيونك. دام معك صاحب ومحزم سندك بالضيقه وعنك. دام المحبه انعم واكرم. ورا صدت ما ادري يا حتى الكاميرات يصدن عن صوتك يرحم امك. لا تنش. لا اتوقع انها تغر من صوتي. واضح. ها يا قلبي نروح سوي كذا بنطلع فوق. سوي كذا. شوف ترى ها سوي كذا. سوي كذا نزل قول ايه. لا يرحم امك وراه. سوي كذا عشان نطلع فوق. سوي كذا وافقي. هذه ما تعطينا وجه. شلح وين نروح؟ وين نروح يا اخي؟ ولا كاميرا معطياتنا وجه. هذا الكاميرا كوكو. هذا الكاميرا غريبه. هذا غريب شكله. اتوقع انها حبيبه يعني توافق. السلام عليكم. حياك الله. مساء الخير. شوف لازم الحين نصير اسلوب ومؤدبين. السلام عليكم. حياك الله اختي في الله. مسيت الله بالنور والسرور. مساك الله بالخير والسرور. انا اقول مؤنث وانت تقول مذكر. على كيفنا والملح المنثور.
أيه. حنا طال عمرك الله لا يهينك ويطول بعمرك ويخلي لك كل غالي عليك. أيوة. نبي نطلع فوق مزبوط. فحنا جينا نستاذن منك يا عزيزتنا، واذا انت موافقه سوي كذا. احنا دقيقه انت تخاطب او شيء مذكر بعدين تروح مؤنث كذا. لا مؤنث بالكاف عادي يرحم الله. فهذه يبدو انها هذه شكلها معوض. ما تشوف ولا لا تسمع. لا تشوف ولا تسمع قلبي. عاطلين انت وياه. ها لا تشغلون ناس ورانا. دقيقة حنا دقيقة حنا نخطب دروسك أول بأول ذاكر دروسك أول بأول ما يا مذاكرة مذاكرة صادق على وقت المذاكرة يلا بينا مذاكرة أنا أصلا نجحت أبوي بيشتري لي سيكل. توكل على أبي يلا شيل وأنا بعطيك ريالين. رايح بس ما بي ريالينك خلها لك ريالين. يا التفاحي يا رجال الكاميرات حتى الكاميرات سحبت علينا والله. لو ما حد يكلمكم عاطلين. يعطيك